صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو هاد عم يحكي عن الشوربة الحارقة للدهون. الشوربة الحارقة للدهون عادة مكونة من الملفوف، ممكن نحط وحدة ملفوف، طبعا أكيد في مكونات تانية. حكيت بفيديو سابق عن فوائد الملفوف، لازم نكون انتبهنا على هذا الموضوع. عندي أنا كمان إضافة للملفوف عندي بصل. هلا الفكرة اللي هي هون بهذا الفيديو، ملاحظة وإرفاقة مع الفيديوهات اللي موجودة على هذه القناة، حكينا عن فوائد الفليفلة. طبعا أكيد في عندي أنا فليفلة، نحن حطينا هون الفليفلة سلقناها مسلوقة مع الملفوف مع الجزر. طبعا انا ضفت فطر لزيادة القيمة الغذائية، ضفت بعض الاشياء ونقصت بعض الاشياء. طبعا لازم، انا ضمن وجهة نظري انا هيك بفضل، ممكن منظرها شوي يكون مزعج لفترة اذا ضليتوا تداوموا عليها كذا يوم، لهيك انا بفضل انه نحن نضربها بالخلاط وتنعمل كل يوم ضمن هذا الشكل. طبعا نحن رح حط انا بصل، انا البصل قليته شوي على النار، قلبته شوي. اول شيء عندي البصل تقريبا 6 بصلات تقريبا بحجم متوسط او 3 بصلات بحجم كبير. انا رح حط هون هدول البصلات، ضايف انا الى مثل ما حكينا الفطر، هدول نحطهم هون. اول شيء راح ينضربوا بالبلندر، راح احط بس 3، تقلبوا شوي كمان. هون الفكره اللي راح اقلكم عنها، تقلبوا 3 فطر بس للنكهه. انتبهوا بالنسبه للنظريه الحديثه بالنسبه ل حرق الدهون مختلفه عن اللي قبلها. طبعا راح نحط المكونات. قبل رح احكي لكم، رح نجيب كمان طماطم مقشرة، الملفوف طبعا، الفلفلة طبعا، ممكن نضيفوا مكعبات وفي منكهات والبهارات حسب الرغبة. هايدي تقطع لمدة قطع صغيرة، انا بحب اضربها بالخلاط، ورح اضيف عليها انا اضافة لهالشي الفطر. هلا اليوم الاول شوربة مع فواكه طازجة، ما عدا الموز والبطيخ والكنتالوب والمانجو والعنب والبلح والتين، ويمكن تناول الشاي والقهوة دون سكر. اليوم الثاني شوربة زائد سلطة خضار زائد خضروات طازجة او مسلوقة، مع الامتناع عن البقوليات مثل الفول والبازيلا والذرة. اليوم الثالث شوربة زائد خضروات طازجة. اليوم الرابع هو شوربة زائد ثمرة موز واحدة زائد لبن خالي الدسم زائد شرب 8 أكواب من الماء. اليوم الخامس هو شوربة زائد نصف كيلو طماطم زائد نصف كيلو لحمة، طبعا ممكن يكون مسلوق أو مشوي أو سمك أو دجاج. اليوم السادس هو شوربة زائد خضروات طازجة زائد نصف كيلو لحم مسلوق أو مشوي، لا يسمح بتناول بدائل اللحم من السمك. واليوم السابع هو شوربة زائد 3 ملاعق أرز بني زائد خضروات طازجة أو سوتيه عصير فواكه بدون سكر. هذا الجدول ل7 أيام. اللي بيشتغل على هذا الموضوع وبيغير صلب هذا الموضوع، أشياء تاني رح أحكي عنه. أنا ضمن وجهة نظري وعكس ما درسنا بالطب، دايما 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 شوفوا، انا عم ضيف هلا هون فليفلي المسلوقه. طبعا راح ضيف انا، وعم حكي لكم حكينا المكونات، ورح تنضاف انا راح اضربها بالخلاط، ممكن نضربها على دفعتين. وهيدي المرقه اللي انسلقت فيها، طبعا انا لسه رح اعملها لانه المقادير الموجودة مش رح تستوعب بطبق واحد.
الفكرة اللي قلتو كنت تنتبهوا عليها، قللوا كتير من الكربوهيدرات. إذا أنتو ممتنعين تماما عن الكربوهيدرات، فأنتو بشكل أو بالتاني ممكن تاخذوا دهون، وهذه النظرية أثبتت نجاعتها أكثر من الفكرة الأخرى. طبعا رح نحط ملح، ولكن الملح لهذا اللي بتشوفوه بهذه العلب ومكتوب ملح مجود، هو بعيد ما تمام البعد عن الصحة، هو ضار للجسم. لازم تنتبهوا لهذا الموضوع. الملح الموجود هو إما ملح مع تلتو ملح وتلتو رمل وتلتو زجاج، وإسا إذا ضفتوا له اليود أنتوا حاولوا شوفوا شو بيعمل بالنسبة لإذا بدكم تعملوا مخللات وكبسوا، حاولوا احفظوا هذه المخللات بالملح اللي بتشوفوه، بتشوفوا كيف بيهتري إذا شو بيعمل بمعدتنا. ونفس الشيء هو بيأثر هذا الملح الموجود لما بيقولوا لكم مشان ارتفاع الضغط، هو بحد ذاته بيعمل لسبب، مش هو الملح الأساسي. ليه؟ لأنه في هذه الذرات من الرمل والزجاج رح تخرج جدر الأوعية الدموية. إذا أنتم كمان امتنعتوا عن الكوليسترول، هون المصيبة. الكوليسترول سواء صنف أو مفيد أو ضار، فهو انتبهوا الكوليسترول هو اللي بيسرع بناء الخلايا وبيحمي بطانة جدار الأوعية الدموية اللي تمزق بسبب الملح. بفضل هيك تنعمل، بفضل تنضرب بالخلاط. لسه في كمان، لسه بقيان جزر ولسه بقيان الملفوف، لسه رح ينضرب. وفي عنا تقريبا مقدار من البندورة، الطماطم المقشرة رح تنضرب كمان، ولكن بوجبة تاني. واللي رح ضيفه انا، اللي ضفته انا دايما بحب بعض الاشياء تتخمر شوي. انا رح ضيف الافوكادو، الافوكادو مليء بالاحماض الدهنية الاوميجا 3. اذا انتو حاولوا تخففوا من الكربوهيدرات، ولو اخذتوا دهون مثل الاوميجا 3 مثلا والاوميجا 6 الموجود بالافوكادو، انا قشرته طبعا متروك بالبراد تقريبا اسبوع، اخذت الخلاصة وحطيتها. دايما في لما بيستوي الافوكادو بتقدر تحتوي تاخذ خلاصة اكثر من لما بيكون رايب، يعني بيكون في كمية احماض دهنية كتيرة. اذا هذه هي الخلطة ضمن وجهة نظري الجديدة. ضفت علي الفطر كمان، انا قلبت الفطر وحتى بالسمنة، قلبت الفطر بالسمنة ولكن سمن حيواني. انتبهوا دائما دائما دائما، انتبهوا من السمن النباتي، ممنوع جدا جدا جدا. السمن النباتي ممنوع جدا. رح ينحط بعد ما خلص الوصفة، رح تنحط على النار، رح ضيف إلها الفطر. طبعا المنكهات استخدموا ملح البحر أو ملح هيمالايا، ممكن تحطوا البهارات اللي بتحبوها. هلأ يعني مذكور ضمن تحطوا مكعبات ماجي، انا في تحفظ على هذا الموضوع، ولكن انتو لازم تحطوا نكهة شوي تضيفها. انا حاولت نكهة بالفطر، ضفت لتزيد محتواها القيمة الغذائية، ضفت انا الافوكادو. وعكس ما تعتقدوا، لما انتو بتبعدوا عن الكربوهيدرات جسمكم رح يحرق اكثر. الكربوهيدرات اللي بتتحول لاحماض، سوري ترايجليسيريد، الدهون الثلاثية، هي أشد وأخطر من الكوليسترول بنوعيه، سواء قلت لو ال دي ال أو هاي دي ال اتش دي ال. أنا هي وجهة نظري، يا ريت تشوفوها، وخصوصا إذا كنتوا أصحاب زملة الدم أو زملة الدم أو، فينا ياخذوا دسم أكثر من غيرهم. في
فيهم ياخذوا بروتين اكثر من غيرهم. انا لما بدك تعطي حمية غذائية انا حطيت الموجود، ولكن انت لما عم تعطي حمية هن تعدلت بعد كم يوم، تعدلت بكم يوم ونحط نضاف الى لحوم. لما بيقول لك لحوم او سمك او دجاج، انا ضمن وجهة نظري اللحوم هي مفيدة لزمرة الدم، اللحوم الحمراء مفيدة لزمرة الدم، او زمرة الدم ايه ما كتير بناسبة، مش هو الاساسي. فنحن استعدنا شوي بالنسبة للبروتين النباتي. طبعا اصحاب زمرة الدم ايه لازم ياخذوا شوي من البروتينات من مصدر نباتي، الحيواني ما كتير بينفعون، الحيواني ما كتير بينفعون، نباتي ممكن الفول والعدس والحمص وما شابه ذلك، ولكن ما بتدخل بهاي، لأنه أنا زدت وارد كمية الدهون، كمية الدهون فيها لناخد أوميجا 3 وأوميجا 6، فأنا بعدت شوي في الجزر كملاحظة هو بالنسبة لهذا الموضوع. وآخر شيء أصحاب زمرة الدم بي ممنوعين عن الدجاج، أصحاب زمرة الدم أي بي ممنوعين عن الدجاج. هذه كانت الخلطة الجديدة ضمن وجهة نظري شوربة حرق الدهون الحديثة، ضمن وجهة نظري ضيفوا علي فطر، ضيفوا علي أفوكا، وهون أنتوا الأفوكادو، مستخلص الأفوكادو أنتوا بشكل أو بالتاني أنتوا عم تزيدوا محتواها من الدهون الأحماض الدهنية اللي هي بتفيد الجسم، وعكس ما يعتقد سابقا الدهون ليست ضارة بهذا الضرر المعروف. لازم تعرفوا هذا الشيء، الدهون ليست ضارة ولكن لا يجب أن تشارك مع الكربوهيدرات. هاد كان الفيديو، أنا عجبكم الفيديو أنا اتركوني لازم حضرها، وعم بحاول انا انزل وزن مثلي مثلكم. هاد كان الفيديو، ان عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم، ان ما عجبكم الفيديو اعملوا ديسلايك.